السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حبايبي. معكم مس هبة رجب، معلم أول لغة إنجليزية. النهاردة إن شاء الله مكملين مع حضراتكم حل ومنهج الصف السادس من كتاب الأضواء الجامع 2023 فصل الدراس الأول. والنهاردة إن شاء الله مكملين معاكم من فور الوحدة الرابعة، معانا آخر ثلاث دروس لسن 3 4 5، درسين بتوعوة القاعدة اللي هما الجرامر، ودرس الريدنج اللي هو القراءة من نمبر 174 صفحة 174 في كتاب الأضواء الجامع. تمام، يلا نفتح الكتاب كده ونشوف الدرس التالت والرابع معانا. القاعدة النهاردة بتتكلم عن ايه؟ القاعدة سهلة جدا وبسيطة. عندنا حاجة اسمها ايه؟ adverbs of frequency، اللي هي ظروف التكرار. يعني ايه؟ لما اسألك على ايه كم عدد مرات الفعل ده او الفعل ده بيتكرر معاك بتعمله قد ايه؟ عايز اعرف ايه عدد مرات او تكرار ايه الفعل ده. فعندي طبعا ايه؟ بستخدم adverbs of frequency لو حاجة انا دايما بعملها. دائما يعني ايه؟ دائما يعني always، دائما always، دائما always. لو الحاجة دي انا بعملها always يعني دائما، يبقى نسبة حدوث الفعل معايا كام؟ 100%، 100%. 100% يعني ايه 100%؟ يبقى عندنا always، always. لو الحاجة بعملها عادة، عادة يعني usually، حرف الاس ده بيجيب جا جا، usually usually النسبة كام؟ 80%، 80%. بعد كده الكلمة الثالثة معانا أو ظرف التكرار التالت، عندي كلمة often، often التي silent، often يعني غالبا. مثلا أي نسبة حدوث الفعل معايا 70%، 70%. طيب عندنا هنا sometimes، sometimes يعني أحيانا، sometimes نسبة حدوث الفعل معايا 50%، 50% يعني نص نص. بعد كده أقل حاجتين بقى اللي هي الهارد الايفر، يعني نادرا ما او قليلا 10%، برضو نسبة لا تذكر تعتبر مش موجودة. ولو 0% بقى يعني مش بعمل حاجة دي ابدا، اللي هي ابدا نيفر، نيفر يعني ابدا. يبقى هارد الايفر نادرا، نيفر ابدا. طيب لما اسألك سؤال واقول لك، او انت مش هتسألني سؤال، انت هتقول لي مثلا ايه I go to school early every day، دي تساوي ايه بقى؟ افري داي يعني كل يوم، تساوي كلمة always. هتقولي I always go to school، أنا دايما أروح المدرسة. I always go to school early، دايما بروح مبكرا. تمام، يبقى أنا يوميا بروح مبكرا. طيب لو أنا سألتك بقى سؤال وقلت لك do you go to school early، هل تذهب للمدرسة مبكرا؟ هتقولي yes، نعم I always go to school early، دايما بروح المدرسة مبكرا. طب لو جاوبت ب usually برضه هتقولي yes، I usually go to school early، often برضو yes، I often go to school early sometimes، تبقى yes برضو I sometimes go to school early. لكن لو جاوبت بواحدة من دول ما ينفعش بقى yes خلص، لازم نقول ايه no. بتروح المدرسة مبكرا do you go to school early؟ هتقولي no I hardly ever go to school early، نادر لو بروح المدرسة دي مبكرا، يبقى انا ايه مهمل او غير ملتزم. طب لما تقولي never بقى، يبقى انت دايما يومين بتروح متأخر. No I never go to school early، أنا لا أذهب المدرسة أبدا إيه مبكرا. يبقى لو عندي always usually often sometimes هنجاوب إيه ب yes. لكن لو قلت hardly ever أو never هستخدم إيه no. طيب أنا عندي بقى بستخدمهم دول كلمات دالة على زمن المضارع البسيط البريزنت، إيه البريزنت سيمبل. النهاردة عندي زمن البريزنت سيمبل هو المضارع البسيط، دي الكيوردز اللي الكلمات الدالة على زمن الإيه المضارع البسيط. بنعمله إزاي طيب يا مس؟ قالك مع الاي والوي والذي واليو مع ضمائر الجمع، الفعل بيقول لك يجي ايه بدون اضافه، يعني فعل في المصدر. طيب لو عندي هي او شي او اتر، هي ضمائر المفرد، قال لك الفعل معاهم بيكون ايه؟ قال لك باضافه اس او اي اس او اي اي اس. تمام حبايبي، يبقى المضارع البسيط بريزنت سيمبل مع ضمائر الجمع فعل بدون اضافه في المصدر، لكن مع الهي والشي والات الفعل بإضافة اس او اس او اي اس. فاحنا خدنا المرة اللي فاتت، الحصة اللي فاتت خدنا ايه؟ الدرس الأول والتاني، فكان في الدرس ده وورد تايم اللي هي الأكتيفيتيز، ديلي أكتيفيتيز، خدنا وير أويك، درايف أسبورت، سكار، بوت أون ميك أب، الحاجات دي كلها. طيب لما أجي أتكلم على ضمائر الجمع أقول معاهم وير يرتدي، لكن ضمائر المفرد هنقول ايه؟ ويرز. مع ضمائر الجمع درايف يقود، مع المفرد تبقى درايفز، يضع بوت مع الجمع بوتس مع المفرد. طب ما عندناش، ما خدناش حاجة اسمها فول، خدنا ميك اللي هي يكون صداقات، هتبقى ايه ميكس مع المفرد. جيت اللي هي جيت اسام بيرن، ياخد حمام شمس، مع المفرد تبقى جيتس،
listen تبقى listens مع المفرد، take تبقى takes مع المفرد، talk تبقى talks مع المفرد، sign تبقى signs مع المفرد. طبعا عندي افعال شاذة مش بضافة اس ولا حاجة، يكون عندي كلمة مع المفرد وكلمة مع الجمع. عندي have مع الجمع زي have an accident تعرض لحادثة، وعندي has an accident تعرض لحادثة بس مين معايا مع المفرد. اقول لك هي has an accident هو تعرض لحادثة، لكن you have an accident انت تعرضت لحادثة. تمام، يبقى كل اللي بالاس مع الهي والشو والات، من غير اس مع مين؟ مع الاي والوي والزي واليوم. طيب دول افعال من غير اس، اسال عنهم بمين بقى في المضارع؟ بفعل مساعد دو، دول بالاس اسال عنهم بفعل مساعد مين؟ داز. يبقى الاي والزي اسال عنهم بالدو، الوي زي الهي والشو والات اسال عنهم بمين؟ بالداز. تعالى بقى نشوف السؤال اللي عندنا اللي على القاعده كلها النهارده، صفحه 175 صفحه 175. Listen and repeat. تلخيص الدرس بقى في المثال ده، قلت لو بسأل على اليو بسأل عنهم بمين؟ بالدو. هسأل على الهي أسأل عنها بالدس. تمام، يبقى كل مرة سؤال هيبدأ يا إما بدو لو عندي دمار الجمع، يا إما بدس لو عندي دمار الأي المفرد. الإيفر دي بقى ثابتة في كل الأسئلة. تمام، يبقى الإيفر ثابتة في كل الأسئلة، سواء بسأل بدو أو بالدس الفعل عندي هيجي في المصدر فعل بدون إضافة. خد بالك، سألت بالدس فعل في المصدر، سألت بالدو فعل في المصدر. تمام حبايبي، ولا مستر حط الاس امتى الافعال مع الهي والشي؟ قال لك في الاجابات مش في الاسئله. سؤال بدو فعل في المصدر، سؤال بدس مع الهي والشي برضه فعل في المصدر، والايفر ثابته في كل الاسئله. ده معنى ايه السؤال ده؟ Do you ever listen to music؟ هل تستمع الى الموسيقى؟ هل تستمع الى الموسيقى؟ لو سألتك انت، طب مع الدس Does he ever listen to music؟ هل هو يستمع عند الموسيقى؟ طبعا احنا قلنا الجماعة دول الـ always والـ usually والـ often والـ sometimes، لو جاوبت بواحدة منهم بجاوب ايه؟ بالـ yes. تمام؟ طيب لو جاوبت بـ hardly ever أو never هجاوب بالـ ايه طبعا؟ هجاوب بالـ no، زي ما احنا قلنا في الصفحة الأولانية. طبعا أيو في السؤال تقلب إلى مين؟ إلى I في الإجابة. اليو بحولها الـ I لو مفرد، طب لو بسأل اتنين أحولها الـ we اللي هي الجمع. ما دي معناها انت، معناها انت يبقى اي، معناها انتم تبقى حولها الوي. هتقول لي يس اي اولويز او يس اي يوجوالي او يس اي اوفن او يس اي سام تايمز ليسن تو ميوزك. تمام، يبقى الاي معاها مين بعد ايه؟ ادفيربس اوف فريكوانسي كلمه ليسن. لكن مع الهي لو بقول يس، يس هي اولويز او يوجوالي او اوفن او سام تايمز، بس هاخد معاها بقى ايه؟ ليسن اللي هي مين؟ الفعل باضافه اس، ليسنز تو ميوزك. طيب لو جاوبنا على الاي بالنو، تبقى نو اي هارد ليفر ليسن تو ميوزك برضه. تمام، لكن لو الهي هي هارد ليفر او نيفر طبعا وبرضه معاها ايه؟ ليسنز تو ميوزك، يبقى عادي جدا مع النيفر نحط للفعل اس. فهمنا؟ ده الدرس متلخص في ايه؟ في الحته دي او في المثال ده. يبقى ضمائر الجمع اسال عنها بالدو، ضمائر المفرد اسال عنها بالدس، ويجي بقى عند ايه كلمه ايفر ده ايه؟ ثابتة في كل الأسئلة معناها من قبل، وبعديهم إيه؟ يجي فعل في المصدر الحاجة اللي بسأل عنها. جاوبت بواحدة من الأربعة دول اللي هي الأولويز يوجوالي أوفن سام تايمز هجاوب باليس. جاوبت بهارد الإيفر أو النيفر هجاوب بالنو. طيب والإجابات مع الأي وي زي يو فعل في المصدر، ومع الهي وشو الإت فعل بإضافة إيه؟ الإس. تعالى بيقول لك ظروف التكرار دائما أولويز، أي أولويز ليسن تو ميوزك، يوجوالي هي يوجوالي تيكس أناب، أوفن شي أوفن بوتس أون ميك أب. We sometimes get a sunburn. Hard ever really؟ لا never. دي السعودية يعني ماشي. زي hard ever we're awake. Never. You never have an accident. تمام. بيقول لك ملحوظة بقى، ظروف التكرار بتيجي دايما ايه؟ قبل الفعل الأساسي. لكن مع verb to be تيجي بعديه. يبقى بتيجي بعد الverb to be وتيجي قبل الفعل الأساسي. تعالى هي often takes ده الفعل الأساسي جت قبليه، هي often takes on phone سوري هي often talks on the phone، هو ايه؟ غالبا يتحدث في الهاتف. طيب لو عندي verb to be they are always late يعني هم متأخرين دايما، بيتأخروا دايما، يبقى الverb to be جاء قبل ظرف التكرار، لكن هي هنا جت ايه؟ جت قبل الفعل الأصلي. نقلب ونكمل صفحة 176، بيوضح لك بقى الـ present simple tense زي ما المضارع البسيط قال لك بيعبر عن عادات اللي هي الـ habits، facts حقائق، repeated actions الأفعال المتكررة.
I always get up early. دايما بذاكر مبكرا. He goes طبعا اللي هي بتاخد ايه؟ Yes go تنتهي بالـ yes to school every day يعني كل يوم. بنعمله ازاي؟ مع الـ I with you فعل في المصدر بدون إضافة. I get a some pair every Friday. لكن مع الـ he with you it فعل ايه؟ في المصدر بس بنضيف له اس او اس او اي. يس هي جيتس ا سام بيرن افري فرايدي مع الهي قلنا جيتس. طيب تعالى بقى امتى بنضيف الاس؟ قال لك معايا مع الافعال العاديه. ساين تبقى ساينس، بوت تبقى بوتس. طيب لو عندي واي قبلها متحرك بنضيف لها اس. ما ينفعش احوش الواي من مكانها لان الواي متحرك هيطلع يجري مني، بنسيبها مكانها نحط لها الاس عادي جدا. والامتى بقى هنضيف الاي اس؟ قال لك لو عندي نهايه من النهايات دي، لو عندي سي اتش او اس اتش او اس اس او 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 اكس، لو الفعل بتاعي انتهى واحدة من الخمسة دول ما ينفعش احط له ايه اس بس في المضارع مع الهي والشي والات. لا بنضيف له اي واس. زي واتش اخرها سي اتش بقت واتشز مع الهي والشي. ووش يغسل اس اتش بقت واتشز مع الهي والشي. باس باسز مع الهي والشي. جو جوز مع الهي والشي. ميكس ميكس مع الهي والشي. طيب الاي اس بقى لازم يكون عندي واي وقبلها ساكن علشان نحذفها ونحط مكانها الاي اس. لازم يكون قبلها ساكن عشان اعرف احذفها، لان الساكن اللي موحوش الواي من جنبيه مش بيتحرك، بيفضل ثابت مكانه لانه ساكن. ستادي ستاديس كراي كرايس، كل ده مع مين؟ مع الهي والشي. تمام، الاضافات دي كلها مع الهي والشي، لكن باقي الضمائر فعل في المصدر فعل بدون اضافه. كمان عندي الهاف اللي هي هاف ان اكسيدنت، هاف مع الجمع والمفرد منها ايه؟ هاز مع الهي والشي. تمام، الصفحه اللي قصادها صفحة 177. النيجاتيف بقى لو عندنا ايه؟ عندنا النفي. بيقول لك لو احب انفي مع الاي والزي واليو بنفيهم بدونت، اللي هو اصلا بسأل عنهم بدو، ويجي بعدها برضو ايه المصدر اي دونت وير اويك. تمام، فعل في المصدر بعد الدونت. برضو مع الهي والشي واليو تنفي بمين بقى؟ بالدازنت، وبرضو بعدهم فعل في المصدر. زي ما قلنا الدو في السؤال والداز فعلهم في المصدر، الدونت والدازنت في النفي برضو فعلهم ايه في المصدر؟ في المصدر. هي دازنت تيك اناب، مع ان عندي تي سوري عندي هي، بس برضه الفعل جاي عندي ايه؟ تكس زي ما هو ما بيتغيرش. ازاي اعمل يس نو كويستشنز؟ اسئله الايه؟ الهل باليس والنو مع الوي والزي واليو بسال بالدو بعدهم الفعل في المصدر. دو يو ايفر ساين اوتوجرافس؟ تمام، لو اجابات مختصره يس اي دو، اجابات مختصره نو اي دونت، يس اي دو نو اي دونت. اجابه كامله بقى نو اي نيفر ساين اوتوجرافس، لا انا لا اوقع اوتوجرافات ابدا. اللي هو الشو ليت اسال عنهم بالدس، وبرده فعل فين؟ في المصدر. Does she ever have an accident؟ have. اجابات مختصره yes she does او no she doesn't. اجابه كامله no she hardly ever، ونحط بقى ايه؟ الشي بتاخد has، تبقى she has an accident. طيب يمكن استخدام كلمه ever في السؤال، بنستخدمها do you ever make friends؟ طيب بيقول لك yes I always usually often sometimes make friends. عند الاجابه بنستخدم ايه؟ بالنفي، بنستخدم never. أو هارد ليفر مع ملاحظه الابقاء على حرف الاس عادي جدا مع ضمان الهي والشي والات. يعني لو عندي ايفر انا بنفي برضو الفعل ايه؟ بنسيب له الاس بتاعته. داس شي ايفر جيت ا سام بير؟ قال لك نو شي نيفر او هارد ليفر جيتس. ليه بيقول لازم نحط الاس هنا عادي جدا مع النيفر؟ اصل دي نفي. فانا فوق هنا كنت بقول لك ايه؟ كنت بقول لك مع الدازنت ومع الدونت الفعل في المصدر. لا بقى نيفر ايه ماليش دعوه بالكلام ده، انا عايز الفعل اللي مع الهي والشي ياخد الاس بتاعته عادي جدا، ما عنديش مشكله، ما عندهاش مشكله النيفر والهارد الايفر ان الفعل مع الهي والشي والشي والات معاهم يكون في اس. تمام، نقلب ونكمل صفحه 178. بيقول لك الكي وردس الكلمات الداله على زمن المضارع البسيط. الكلمات الداله always usually often sometimes hardly ever never، وكمان عندنا every يعني كل، every day every week every month every year وهكذا. كلمة every مع أي وقت معناها إيه؟ تدل على زمن المضارع البسيط. they never get up late، لا يستيقظوا مبكرا أبدا، مؤخرا أبدا، متأخرا أبدا. وبعد كده she always، هي دايما، watches TV in the evening، تشاهد التلفاز في المساء. تعالى بقى نختار choose the correct answer. she usually a some pair، الشي الفعل بتاعها يكون في is، تبقى gets. وي نيفر الوي الفعل بتاعهم من غير اضافه، تبقى ايه؟ هاز هاف هات هافينج، تبقى ايه؟ هاف ان اكسيدنت عشان عندي وي. ماي مام امي دازنت لايك ميك اب، مش بتحب الميك اب، مش بتحبه، تبقى شي نوت بوت اون بوتس اون ميك اب، بتحط ولا مش بتحط؟ اوفن ولا يوجوال ولا هارد ليفر ولا اولويز؟ طبعا مش هينفع معانا غير دي،
بيقول لك مش بتحط بامفي، باخد مين؟ هارد ليفر. دو يو بعد دو عايزه فعل في المصدر، دو يو نوت جيت ا سام بين، والفعل موجود، فاضل عندي ايه بعد الفعل؟ بجيب عندي كلمه ايفر في السؤال، دو يو ايفر جيت ا سام بين. تمام. صفحه 180 عندنا بقى ايه؟ ده في الكتاب المدرسه بيديك الصوره وعليها الضمير اللي هسال عنه والحاجه اللي اساله عنها listen to music، وكمان عاطيني الاجابه هجاوب بكلمه usually. طيب اللي هسال عنها بالايه؟ بالدو. طبعا قلنا بعد الفعل دايما بجيب كلمه ايفر ثابته في كل الاسئله، وبعد الدو او الدراس فعل ايه زي ما هو. يبقى انا كل مره اجيب من عندي ايه؟ يا اما دو او دراس وكلمه ايفر ثابته. طيب اللي هو بحولها لمين في الاجابه؟ بحولها لاي. طبعا هاخد اي يوجوالي listen to music. خلص الكلام على كده اهو، سالنا بدو ايفر ثابته listen to music، اللي هو بقلبها لمين؟ لاي، تبقى اي يوجوالي listen to music. بعد كده عندنا شي توك اون ذا فون اولويز، does she ever talk on the phone؟ طبعا سألت بdoes، does she ever talk on the phone؟ طيب الفعل عندي في المصدر اهو، لكن لما اجي اجاوب بقى طبعا ايه؟ always هجاوب عنها بيس، yes she always، فحط حرف الاس بقى لكلمة talks، yes she always talks on the phone. طيب عندي الهي هسأل عنها بالايه بقى؟ بالdoes، does he، وقلنا ever ثابتة، does he ever. طيب عندنا كلمة drive هنجيبها زي ما هي. بعد كده اس هي هجيب بقى نحط لها حرف الاس بقى درايفز. بعد كده عندنا زي دو زي ايفر، طب عندنا هارد ليفر هجاوب بالنو بقى، نو زي هارد ليفر، هارد ليفر ايه؟ هاف ان اكسيدنت. تمام. بعد كده بيقول لك ايه بقى؟ عاوزين نسال على مين؟ على الهي. سألنا بالدوز، does he get a sun pair؟ طب عندي always هجاوب عنها بإيه بقى يا سنة ستة؟ بكلمة yes، yes he always، يعني إيه الكلام ده؟ هو دايما، اللي جيت هتبقى معاه إيه؟ هتبقى gets، هنضيف لها حرف الإس a sun pair. تمام؟ عندي ليه وهسأل عنها بإيه بقى؟ هسأل عنها بالدو عادي جدا، تبقى do you الإيفر الثابتة، do you ever put on؟ put on makeup، no I never put on makeup، لان عاوزني اجاوب بالنيفر فهقول no I never put on makeup، لا اضع المكياج ابدا. صفحه اللي قصادها ونكمل صفحه 181 مكملين، اللي هي اسال عنها مين؟ بالدوس، تبقى دوس هي ايفر اللي هي الثابته وير اويك، الاجابه yes he sometimes wears a wig، اللي هي تبقى دوس he ever take a nap. تعال نجاوب، عندي usually يبقى yes، he usually التيك هتبقى takes، takes a nap. كده احنا خلاص حلينا اسئله الايه المدرسه. تحت كده بقى عندي سؤال ترتيب بيقول لك does she ever talk on the phone، بعد كده she hardly ever، هي نادرا، drive a scoot sports car، نادرا لما بتسوق سيارة رياضية. نقلب صفحة 182 بيقول لك ايه بقى؟ عندنا تدريبات عليه on lesson 3 and 4، focus and practice same، درس القاعدة اللي لسه واخدينه. Choose the correct answer from A, B, C, or D. Number one، مستر علي درايفز A نقط كار، اسمها ايه؟ اسمها سبورتس كار، سيارة رياضية. Do you ever، عايزين فعل في المصدر، have an accident. He always، هو دائما، عايزة فعل في اس مع ال he، درايفز ولا ويرز ولا بوتس ولا takes a nap، طبعا takes a nap يأخذ غفوة أو قيلولة. I don't like birds، أنا مش بحب البيتزا أبدا، يبقى I not eat it. I often usually always ولا hard liver، واحد مش بيحبها يبقى نادر لما بياكلها. قطعوا عليها اسئله، رشا and her sister سهى، رشا واختها سهى، رشا وسهى had fun، استمتعوا ايه؟ had fun visiting a film studio، استمتعوا بزيارتهم الى فين؟ الى ايه؟ استوديو سينمائي in the 6th of October city، في مدينه 6 من اكتوبر، in the 6th of October city they met a number of people، قابلوا عدد كتير من الناس at the studio، في الاستوديو. They saw a man getting a sunburn، ها
شوف واحد بيعمل ايه، بياخد حمام شمس. they met a film star احمد حلمي، وقابله ايه نجم الفيلم او ايه النجم السينمائي احمد حلمي. الفرست في البداية they didn't know him، ما كانوش عارفينه. because he was putting on a lot of makeup، علشان كان واضع مكياج. they asked him to sign autographs، وطلب منهم يوقع لهم ايه ان اوتوغراف، يوقع على اوتوغراف. they took some photos، التقطوا بعض الصور. it was fun، كان يوم ايه ممتع. الجمل دي هكتبها في الصفحة اللي جاية، صفحة 183. طالب مني ان انا اعمل ايه ايميل عن زيارة الايه للاستوديو، سينمائي فيلم استوديو، فانا هكتب الجمل دي برضو عادي عندي ايه في الايميل. choose the correct answer بقى. رشا and her sister visited a film studio in the في مدينة ايه؟ زاروا في مدينة ايه؟ 6 of October ولا نصر ولا سادات ولا الشروق؟ طبعا في مدينة 6 من أكتوبر. they didn't know احمد حلمي، معرفوش احمد حلمي. because he was putting on، عشان كان حاطط ايه ميك اب مكياج. what did they ask احمد حلمي to do، طلب من احمد يعمل لهم ايه؟ to sign an autograph، يوقع لهم اوتوغراف. why was their visit to a film studio fun، ليه كانت ممتعة؟ they took some photos، التقطوا هناك بعض الايه بعض الصور. تمام، صفحة اللي وصلها صفحة 183، بيقول لك write an email of 7 sentences. بص بقى وانا ماشية كده، طبعا عندي فيديو هنا على القناة في قائمة التشغيل، ادخل فوق على كلمة قائمة التشغيل، افتح قائمة التشغيل للصف السادس، هتلاقي ضمن الفيديوهات بتاع الصف السادس هتلاقي طريقة عمل الايميل. يقول لك رات ان ايميل تو فريند اسامة، يبقى دي اول حاجة اسامة ليها مكان، احطها فين؟ هكتب هاي اسامة. تمام. تو تيل هيم اباوت، بعد اباوت بيجي ايه؟ بيجي الموضوع. يورا حولها الماي. فيزيت تو ا فيلم ستوديو، روح كاتبها فين؟ اهي تبقى ماي فيزيت، زيارتي تو ا فيلم ستوديو. تمام، تعال نكمل. يور نيم از احمد، انت اسمك احمد، احمد ده اكتبها فين؟ انا بقى صاحب الرسالة، اكتب اسمي فين؟ شايفين فين؟ شايفين ايدي هتوديني فين؟ شايفين اه؟ امشي كده، هاجي هنا كده، اروح قايل له ايه؟ يورز المخلص مين؟ احمد. تمام؟ طيب نرجع بقى. يور ايميل ادرس، وانت يا احمد ايميلك اهو احمد ادي سوريون دوت كوم، اكتبها فين؟ في الخانه الثانيه جنب كلمه فروم، يعني مني انا، من احمد. احمد اد سوريون دوت كوم. طيب يور فريند ايميل ادرس از اسامه، بتاع اسامه اكتبه هنا جنب كلمه توم. تمام. طيب بعمل جمله افتتاحيه، اسيب مسافه صغيره، اقول له هاو ار يو اند يور فاميلي، كيف حالتك وحال عيلتك؟ اقول له ايم، دي حاجات ثابته في كل ايميل، ايم هابي تو رايت تو يو، انا سعيده عشان بكتب لك. بس اقعد بقى اكتب الجمل بقى ايه عن زيارتك للاستوديو السينمائي، نفس الجمل اللي عندك في صفحه 182. اكتب الجمل هنا بعد ما تخلص خالص، عندك جمله ايه ختاميه اسمها ايه؟ سي يو سون، اراك لاحقا. بس كده خلص الايميل. تعالى بقى، دو يو ايفر ميك فريندز، هل تكون صداقات؟ اي هاردلي ايفر، انا نادرا. ليسن تو ميوزك، نادر لما بستمع الى ايه؟ الى الموسيقى. نقلب الصفحة ونكمل بقى الأسئلة على الدرس الثالث والرابع. صفحة 184. test yourself on lessons 3 and 4. listen and circle، السمع وضع دائرة. يلا اسمعوني كويس عشان نختار يا إما الإجابات يا إما الأسئلة. 1 و 2 بختار إجابات، 3 و 4 بختار أسئلة. what's your favorite hobby؟ إيه هوايتك المفضلة؟ قالوا listening to music. listening to music طبعا اللي سمعناه. 2 بيقول لك do you ever sign autographs؟ قال له no I don't. no I don't، لا مش بوقع اوتوغراف انا. تمام. 3
Does she ever get a sunburn? Does she ever get a sunburn? Yes, she does. Do you ever take a nap? Do you ever take a nap? قال لك ايه؟ No, I don't. تعال بقى نختار. بيقول لك علا doesn't on makeup. بعد ال doesn't يأتي الفعل في المصدر. طيب يضع مكياج يعني ايه؟ put on makeup. هاني always talks on the دايما يتحدث في الايه؟ في الفون هاتف. I not listen to music. I love it. بحبها. يبقى never ابدا مش بسمعها. ever ولا always طبعا دايما بسمعها عشان بحبها. I not take a bus as I go on foot. طب انا بروح على الاقدام يبقى باخد الاتوبيس. انا مش باخده طبعا. I don't take a bus. لا اخذ الاتوبيس ابدا. البانك تويت. Does he ever drive a sports car? طبعا عندي دي اول كلام وفي الاخر ايه؟ question mark علامة الاستفهام. No احط بعدها الكومة. No she never puts on makeup. احط بعد كده الايه؟ الفول ستوب اللي هي النقطة. كده انتهينا من الدرسين التالت والرابع. يلا بينا نشوف اخر درس معانا في الوحدة. الدرس ايه؟ الخامس درس الريدنج اللي هو الايه؟ القراءة. صفحة 185 lesson 5 reading. الدرس عبارة عن زرار الاسكندرية. فتعال نشوف المين فوكاب. الكساندريا الكساندريا اسكندريا يعني ايه؟ الكساندريا الكساندريا. اليوم توداي توداي توداي. ممثل اكتر اكتر اكتر. أسرة وعائلة family family family. استوديو تصوير الأفلام اسمه film studio film studio film studio. نجم سينمائي film star film star film star. yesterday بالأمس yesterday yesterday. adventure film اليو ار اي في أي كلمة بتجيب شهر يا سنة ستة. adventure film يعني فيلم مغامرات. adventure film adventure film. tonight tonight أي ليلة tonight tonight. عندنا مكتبة الإسكندرية بيقول لك Alexandria Library. طبعا ده مكان مشهور فالإيه كابيتال والإيه الكابيتال. Alexandria Library. بعد الظهر afternoon afternoon. وجبة العشاء dinner dinner. في ولاية اسمها فلوريدا في أمريكا فلوريدا فلوريدا. مشهد سين سين طبعا الإس دي بتجيب سين عشان دي وراها حرف الإي سين. قلعة كايتي باي اسمها كايتي باي سيتاديل. كيو كابيتال طبعا أول كلام والسي كابيتال. كايتي باي سيتاديل كايتي باي سيتاديل. رائع كول كول كول. مطعم ريستورانت ريستورانت ريستورانت. عالم ديزني يعني ايه؟ ديزني وورلد ديزني وورلد ديزني وورلد. برضو موجود في فلوريدا ده. الملاهي المائية ووتر بارك ووتر بارك. متعة فن متعة فن. حقا ريلي ريلي. شاطئ بيتش بيتش. موجود في فلوريدا حاجة اسمها يونيفرسال ستوديوز استوديوهات ايه؟ يونيفرسال. تمام. عندنا الكونجيجيشن اوف فيربس افعال منتظمه بالدي والاي دي والاي اي دي. زي ايه بقى؟ ريهيرس اللي هو اداء او ايه؟ البروفه بتاع الممثلين. ريهيرس ريهيرسد ريهيرس ريهيرسد. ويت ويتد هنحط لها اي دي نقلها لا تنتهي بالاي. ويت ويتد. يزور فيزيت تبقى فيزيتد فيزيتد. الريجولار فيربس افعال غير منتظمه. يذهب جو الماضي منها وينت جو وينت. سي الماضي منها سو سي سو. يأكل إيت الماضي منها إيت 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 إيت. go went see so eat إيت. تعبيرات expressions. I am having a good time. أقضي وقتا ممتعا. I am having a good time. it was so cool. كان رائعا. it was so cool. see you on Sunday. أراك يوم الأحد. all kinds of films كل أنواع الأفلام. I can't wait. لا أستطيع الانتظار يعني عندي لهفة. نقلب ونكمل. 186 عندي نص الدرس عبارة عن إيميل. طبعا أنا عندي هنا مطلوب مني إيميل أكتبه السنة دي في الامتحان. فأنا عاملة لكم فيديو خاص بطريقة عمل الإيميل سهلة جدا وبسيط موجود هنا على القناة. افتح بس كده من فوق في القناة قوائم التشغيل هتلاقي قوائم التشغيل الصف الثالث 2023 فصل الدراسي الأول. قلب كده في الفيديوهات هتلاقي طريقة عمل الايميل بطريقة سهلة جدا وبسيطة. طبعا اول حاجة بنقول تو تو يعني ايه؟ الى تو ايمان ات ايجي دوت كوم. فروم من اللي باعت منى تبقى فروم منى ات ايجي دوت كوم. الموضوع عن اسكندرية السبجكت الكساندريا. فتحية افتتاحية هنقول ايه؟ هاي ايمان. I'm having a good time. انا اقضي وقت جيد ان الكساندريا مع في اسكندرية مع مين؟ with my family مع عائلتي. يبقى I'm having a good time in Alexandria with my family. We visited Alexandria Library yesterday. بالأمس زرنا مكتبة الإسكندرية. Today اليوم.
We visited Kaiti Bay Citadel. زرنا قلعة كايتي باي. It was fun. كانت ممتعة. In the afternoon بعد الظهيرة we went to a film studio. رحنا استوديو سينمائي. They make all kinds of films at this studio. الاستوديو ده بيعمل فيه كل أنواع الأفلام. Today they were making an adventure film. النهاردة كانوا بيعملوا فيلم مغامرات. We watched the actors rehearse. رأينا وشاهدنا أداء الممثلين. It was so cool. كان رائع جدا. Then we talked to أحمد السقا. تكلمنا مع أحمد السقا the film star اللي هو نجم سينمائي. He is really nice. إنه إيه حقا جميل. Tonight الليلة دي we are going to eat dinner at a nice restaurant. هنأكل الغداء في مطعم جميل. We are going to go to the beach tomorrow. بكرة هنروح الشاطئ. I can't wait. لا أستطيع الانتظار. يعني أنا متلهف إن أنا إيه أروح الشاطئ. See you on Sunday. أراك يوم الأحد. Love. محبوبتك مين أو حبيبتك مين؟ حبيبتك منى. بيقول لك I'm having a good time in Alexandria with my family. أنا أقضي وقت ممتع مع أسرتي في مدينة الإسكندرية. ده أهم الجمل اللي جت عندي في الدرس. We visited Alexandria Library yesterday. قمنا بزيارة إيه مكتبة الإسكندرية بالأمس. Today اليوم we visited Kaiti Bay Citadel. واليوم قمنا بزيارة الإيه قلعة كايتي باي. In the afternoon بعد الظهيرة we went to a film studio. زرنا استوديو سينمائي. They were making an adventure film. كانوا بيعملوا إيه صوروا فيلم سينمائي أو فيلم مغامرات. We watched the actors rehearse. رأينا أداء الممثلين. Then we talked to أحمد السقا the film star. بعد كده tonight we are going to eat dinner at a nice restaurant. We are aware going to the beach tomorrow. وبكرة هنروح الإيه الشاطئ. ده بالنسبة لكتاب المدرسة. في كتاب التدريبات عندنا بقى ولد اسمه بيل بعت لصديقه كريم بيكلمه عن ايه زيارته ليه فلوريدا. تعالى بينا نشوف صفحة الأقصدة. يبقى فلوريدا عندنا ايه صفحة 187. ده موجودة في كتاب التدريبات. تمام جاي من كتاب التدريبات الدرس ده. To Kareem at ag.com from Bill at ag.com subject my visit to Florida. Hi Kareem. مرحبا يا كريم. I am having a good time in Florida. أقضي وقت جيد في فلوريدا. I visited Disney World yesterday. زرت عالم ديزني بالأمس. Today اليوم I visited Universal Studio. زرت استوديوهات Universal. بعد كده a film studio وكمان استوديو سينمائي. في الاستوديو السينمائي بقى هناك they make all kinds of films. بيعملوا كل أنواع الأفلام. Today they were making an adventure film. النهاردة كانوا بيعملوا فيلم إيه مغامرات. I watched the actors rehearse. شفت البروفة بتاعت الممثلين. Then I talked to Michael Stiles. ده نجم الفيلم the film star. I'm going to go to Outer Park. هروح الملاهي المائية tomorrow بكرة. I can't wait. لا أستطيع الانتظار. يعني إيه متلهف إن أنا أروح الملاهي المائية. See you on Sunday. أراك يوم الأحد your friend Pearl. تمام. وتحت برضو جايب لي إيه الجمل إيه المهمة زي ما أنا قريت معاك كده إيه بالظبط. نقلب الصفحة صفحة 188 على الإيميل بتاع اسكندرية. بيقول لك منى وانس إن أسوان. منى كانت في أسوان. لا فرصة كانت فين في ألكسندريا. منى وانتو زي سينما راحوا السينما. لا راحوا فيلم استوديو. منى توك توك فيلم ستار. اتكلموا أحمد السقا. منى وانتو ألكسندريا لايبرو كايت بيت سيتادل. طبعا راحوا قلعة اسكندرية. راحوا قلعة كايت باي وراحوا مكتبة الإيه الإسكندرية. صفحة 190 بقى عندنا أسئلة على الدرس الخامس درس الريدنج. بيقول لي إيه بقى؟ choose the correct answer from A B C or D. Alexandria is a city. هي مدينة. by the بالقرب من الإيه سيتادل ولا library ولا سي ولا بيتش. بالقرب من الإيه من البحر. بعد كده we watched the actors rehearse an adventure A at the studio. طيب كوك ولا فيلم ولا ماتش ولا جيم. اسمه adventure film. شفنا فيلم مغامرات. ايه شفنا بروفة بتاعت فيلم مغامرات فين في الاستوديو. my sister اختي always a sun pearl. بعد ايه my sister يعني شي. طيب الشيء الفعل بتاعها بيكون فيه اس في المضارع يبقى جيتس ولا جات ولا جيت ولا جيتنج. طبعا ايه جيتس. بعد كده I'll visit Alexandria library on Friday. I'll visit Alexandria. طب ايام الاسبوع تاخد قبلها حرف الجر ات ولا ان ولا تو ولا ان. طبعا on Friday يوم الجمعة. عايز ايميل to your friend علي. نبعت لعلي. يبقى هنكتب هنا ايه هاي علي او دير علي سوري هاي علي. Telling him about your visit to Florida. يبقى my visit to Florida ده ايه السبجكت هكتبه هنا. طيب
Your name is أحمد، وأنت اسمك أحمد. أحمد أكتبها فين؟ في آخر الإيميل من تحت. أكتب هنا كده إيه؟ Yours أحمد. Your email address، الإيميل بتاعك يا أحمد أهو، أكتبه في الخانة التانية عند الفروم. طيب الإيميل بتاع صديقي علي هكتبه هنا في الخانة الأولى، تمام؟ الجملة الافتتاحية اللي هي I am happy to write to you، how are you and your family، وابدا بقى ايه اقول له على جمل اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي، ايه الحاجات اللي موجوده في مدينه ايه فلوريدا. وبعد ما اخلص اقول له ايه سي يو سون، اراك ايه لاحقا. البانكيت ويت بقى الدبليو اول كلام، وير ار يو جوينج تومورو، بكره هتروح فين، علامه الاستفهام. وير عندنا دبليو اول كلام، هنا في ابوستروفي والحاجتين ناقصين معايا. We're going to eat dinner، سوف نتناول الايه العشاء. الصفحة اللي قصادها 191 بيقول لك about this yourself، listen and complete، محادثة اسمع مني عشان تكمل. Where were you، أين كنت؟ كلمة وير أين؟ قال له I was at a film studio، كنت في استوديو سينمائي. قال له what did you see، شفت ايه هناك؟ قال له I saw actors rehearse، شفت الأداء بتاع الايه الممثلين. قال له where are you going tomorrow، بكره تروح فين؟ going tomorrow تروح فين، اين ستذهب؟ قال له I'm going to the beach tomorrow. القطعة last summer، الصيف الماضي، سميرة and her family stayed in Alexandria for a week، الصيف الماضي سميرة وعيتها قعدوا في اسكندرية اسبوع. they went there by car، راحوا هناك بالسيارة. they visited Alexandria library، زاروا مكتبة الاسكندرية. it's a nice place، انه مكان جميل. They also went to a film studio، راحوا استوديو سينمائي. The actors make all kinds of films at the studio، بيعملوا كل أنواع الأفلام هناك. سميرة and her family watched the actors rehearse and took some pictures، والتقطت بعض الصور with them معهم. The actors were happy to meet سميرة and her friend، وكمان الممثلين كانوا سعداء لما شافوا سميرة and her family وعيلتها. سميرة and her family visited، زاروا إيه؟ places in Alexandria، كم مكان زاروهم في اسكندريه. قال لك زاروا Alexandria library، ادي مكان. راحوا فيلم استوديو، ادي مكانين. ما راحوش مكان تاني، كل الزياره كانت هناك. يبقى 2 ولا 3 ولا 4 ولا نو؟ طبعا ايه 2 places، فيلم استوديو اللي هو على القصه كلها، وراحوا قبل ايه Alexandria library. ذاكروا الزوري الممثلين كان مالهم تو ميت سميرة يعني في هير فاميلي، سات حزناء انجل غاضبين، وورد قلقين، ولا هابي سعداء، كانوا سعداء. When did Samira and her family go to Alexandria؟ امتى راحوا؟ امتى؟ last summer. الصيف الماضي، تمام؟ طيب بيقول لك what did Samira and her family do at the film studio؟ لما راحوا هناك عملوا ايه؟ يقول لك they watched shadow the actors rehearse. نكمل كمان and took والتقطوا some pictures with them، التقطوا معاهم بعض الصور. بعد كده بيقول لك ايه rearrange. منى went to، لا وانت هنا معلش ما شفتهاش كويس. منى went to film studio امتى؟ last week. when did you visit كايتي باي ستادل، متى زرت قلعة كايتي باي؟ كده حبايبي انتهينا بفضل الله من شرح وحل الدروس التالت والرابع والدرس الخامس. كده انتهينا من الوحدة الرابعة كلها. الفيديو الجاي بقى هنعمل ايه؟ عندنا في كتاب الأضواء جيم في اختبارات شاملة على الوحدة الرابعة، هنحلها مع بعضينا، انتظرونا ان شاء الله. تلاقوا معانا كل جديد، ما ننساش نعمل لايك للفيديو ونشترك في القناة عشان نستنى ان شاء الله كل جديد. تواصلت معايا على صفحة الفيسبوك مس هبة رجب بنفس اسم القناة كده بالعربي لأي استفسار. يا ريت ما ننساش نعمل لايك ونشترك في القناة عشان نستنى ان شاء الله كل جديد. في انتظار دعمكم المستمر لينا عشان نكبر بيكم ان شاء الله. وريت نعمل شير للفيديوهات علشان نوصل لأكبر عدد المشاهدين والكل يستفيد ونكبر بيكم إن شاء الله. أي حاجة محتاجينها بذكركم افتحوا قوائم التشغيل، هتلاقوا حل وشرح جميع الدروس والوحدات
زي كده الفيديو بنشرح وبنحل فيه، مش بنسيب لك اي حاجه تحتار فيها. تمام، افتح بس فوق كده، افتح القناه تلاقي كلمه القوائم، كلمه رئيسيه جنبها كلمه فيديوهات من فوق كده. الكلمه الثالثه هي قوائم التشغيل، تضغط عليها هتلاقي قوائم التشغيل من الصف الاول للصف السادس، الحل وشرح من كتاب المعاصر وكتاب بت وكتاب جيم. افتح قائمه تشغيل الصف السادس هتلاقي الحل وشرح من بت وايه وجيم وكمان المعاصر. اي حاجه محتاجينها تخص الصف السادس هتلاقوها هنا على القناه. كانت معكم مس هبه رجب، بتمنى لكم النجاح البر والتوفيق باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.